السلام عليكم النهارده مش معانا علامه مضيئه النهارده معانا علامه نادره نادره في التخصص الطبي هقول لكم ليه اولا هي نادره في معرفه وقيمه اهميه التخصص الطبي ده ثانيا هي نادره لان هي ما عندهاش عياده بتتعامل فيه مع المريض مباشره الناس اللي بتتعامل مع التخصص الطبي ده من خلال الاطباء بت... اللي بتتعامل يعني بتمتهن الطب ده بيبقى حاجه من اتنين إما المستشفيات أو الجراحين على الرغم أن الطبيب بيكون أكتر واحد عارف اسمك عارف حالتك المرضية مذاكرها كويس جدا مع الجراح اللي أنت بتتعامل معاه لكن كل ده أنت مش عارف اسمه هزيد من الكلام وأقول أنه أول واحد بيكون موجود في غرفة العمليات وبيقول لك اسمك إيه وآخر واحد بيخرج من قط العمليات وبالرغم من ذلك برده هرجع وأقول أول واحد بيقول لك حمد الله على السلام التخصص النهاردة ده هو التخصص طب التغذية كلنا مش بنعرف أسماء أطباء التغذير لكن أنا هعرفكم على اسم طبيب تغذير موجود النهاردة معايا أعرفكم عليه هو الطبيب عبد الدكتور عبد الرحمن أبو سادة طبيب تغذير وعلاج الألم في وقسم الجراحات لنا مركزة أسفة هو هيعرفكم بنفسه أكتر مني كمان غير إن هو كمان هو الباحث المساعد مع تدور بالهرس للأبحاث الطبية يا يا انا دكتور انا صاحيه عايزه ابقى اسالك واقول لك قيمه طبيب التخدير او معرفه طبيب التخدير بالنسبه للمريض والدكتور هو بالنسبه للمريض في مصر في الغالب ما بيبقاش مهتم يعرف طبيب التخدير الا بعض الناس ذوي الثقافه المعينه اللي بيبقى عارف ان هو طبيب التخدير ده مسؤول عن حياته من بدايه العمليه لغايه الفوقان ويمكن ما بعد كده بالنسبه للجراح طبيب التخدير هو صمام الامان في العمليه يعني طبيب التخدير اللي ممكن يلحق الكومبليكيشنز او المضاعفات من نزيف او من هبوط حاد في الدوره الدمويه اثناء بعض الجراحات هو اللي مسؤول يقدر يظبط الكلام ده علشان يسهل الشغل للجراح وهو اللي بيديله الامان لو المريض فيه مشكله طبيه ده قيمه دكتور التخدير بالنسبه للجراح مفيش عمليه تعمل الدكتور غير دكتور طبيب شامل الدكتور التخدير هو طبيب الامراض الباطنيه العامه داخل غرفه العمليات يعني مسؤول عن المخ الأعصاب والقلب والامراض الصدريه و الى اخره من تخصصات الباطنيه داخل غرفه العمليات ده غير التخدير يعني انت عندك القسم الطبي زي كل الاطباء آه القسم الطبي هو القسم هاي ابو قرد و... بيأيدك في حاجه؟ لا أرضه. ده واجب القسم الطبي يعني هو بالنسبه لنا حتى اه كاطباء مصريين او عرب او اطباء في اي حته في العالم اه هي اللي بيقتضي التعامل مع المريض هو الامانه والواجب تجاه المريض والاهتمام بحياته وحالته الصحيه عايزه اخلي الفقره بتاعتنا شويه كوميديه او فقره فكاهيه عشان الناس تبدا ان هي تفهم طيب هبدا معاك اسئله واجابتها اتفضلي البنج هو الافيون لا طبعا الافيون عقار طبي بيستخرج منه حوالي اكتر من 54 دواء البنج مش هو الافيون والبنج ما هو السرنجة البنج يعني ادويه حسن. كتير تمام آه دلوقتي لما دكتور الجراح هل متاح لي او من الطبيعي لي ان هو يقوم بنفسه بالتغذير عموما لا صعب جدا بالعكس قد يكون مستحيل يعني هتكلم معاك في حاجه فيها عمق اكتر تمام الاقرار الطبي وانا كنت اتكلمت عنه اعلاميا قبل كده مع أكيد. الدكتور سمير عبد الغفار الاقرار الطبي بينفي مسؤوليه مين؟ دكتور التخدير ولا المستشفى ولا الجراحه؟ هو لا ينفي مسؤوليه اي حد هو بيدل على نيه المريض ان هو موافق على الاجراء التداخلي الجراحي او الاجراء التداخلي حتى لو مش جراحي يعني إيه ان المريض على علم بالاجراء إيه وطبيعته وعلى علم بالمضاعفات الوارد حدوثها سواء من الجراحه او من التخدير ولكن هو بقى للاسف هنا بقى المريض مش فاهم ان هو لازم يوم يتم التوقيع عليه وللاسف بعض الاطباء بيخشوا ان هم يتكلموا في المضاعفات خوفا من, من هرب المريض يعني حتى المضاعفات اللي نسبتها واحد من عشره في الميه عالميا لازم يتم توصيلها للعيان مهما كانت خطورتها بس خلي بالك ان في بعض العمليات الجراحيه بتتسوق اعلاميا ودعائيا ما بيتقالش عنها اي مضاعفات فعشان كده انا حابه ان انا اسالك هو ما فيش اي تدخل طبي او جراحي ملوش مضاعفات على الاطلاق حتى لو اللوز حتى لو اللوز اللوز دي عمليه خطيره يعني كل الناس بتبص لان هي عمليه بسيطه جدا ولكن هي عمليه خطيره جدا وعلى الرغم ان هي بي... إن هي عمليه صغيره لكن الدكتور ما يقدرش ياخد فيها تغيير بنفسه لا. طبعا لا 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 اللوز دي دي بالذات دي حاجه بيتقال عليها شيرد اير او مجرى هوائي مشترك المجرى الهوائي المشترك ده بيشتغل فيه طبيب التخدير والجراح فلازم يشتغل طبيب التخدير بنفسه وله مشاكل كتيره جدا زي مثلا فصل الانبوبه الحنجريه الانبوبه الحنجريه دي اللي هتامن النزور العيان ورئته ما يوصلوش دم لان ده قد يؤدي الى وفاه لو الرئه تم بدم فالعيان لازم بيتوصل على تنفس الصناعي ومفيش جراح يقدر يفصل مريض التنفس الصناعي دايما بشبه او بشوف رابط تشابه ما بين الطيار وطبيب التخدير فعلا هو الكتب بتقول كده فعلا اه طب. هو بيشبهوه ان بدء عمليه التخدير هي الاقلاع بالطياره وتصحيه المريض هي الهبوط بالطياره والهبوط اصعب من من الاقلاع يعني وما بينهم الناس فاكره ان الطيار ما بيعملش حاجه وبرده الناس فاكره ان دكتور التخدير ما بيعملش حاجه بس هو واقع الامر هو بيشتغل يعني ممكن نبقى على الاوتو بايلوت والامور ماشيه تمام وممكن يحصل مضاعفات من العمليه مضاعفات من الجراحه يحصل حساسيه مثلا من مضاد حيوي يحصل نزيف جامد يحصل هبوط في الدوره الدمويه بتاعه العيان كل ده مسؤوليه دكتور التخدير ان هو يتعامل معاه ويوصل بالمريض لبر الامين ان شاء الله كانت قال قبل كده وعرفنا من الاعلام فتره فاتت ان محافظه دمياط كلها ما فيهاش الا طبيب تخدير واحد يعني انت التخصص نادر جدا جدا من حقك ان أو. انت تشوف شروطك بقى ليك معايير محدده في اختيار الجراح اللي هتتعامل معاه أو, او المستشفى هي اكتر طبعا في المستشفيات بالنسبه لاطباء التخدير بيحب يعمل في مستشفى ذات بيئه جيده يتوفر بها اسرة عنايه مركزه يتوفر بها وحده قسطره عشان لو لا قدر الله حصل للمريض اي نوع من الجلطات اثناء الجراحه يتم انقاذ حياته اي حاجه فيما عدا ذلك نوع من العبث طبعا الجراح كل ما بيكون امهر ومهاراته اعلى بيكون شيء مريح لدكتور التخدير زي ما دكتور التخدير كل ما بيكون اشطر واهدى وبيعرف يتعامل مع المواقف بيكون شيء مريح للجراح يعني هي وين توين يعني بس انت لازم يكون ليك وحده قسطره تتعامل معاها. أه مش شرط ان المستشفى تكون سوبر اي كلاس. هي دي ملهاش ملهاش دخل في معايير الاي كلاس، يعني في مستشفيات اي كلاس او الفندقه فيها عاليه جدا ولكن تلاقي العنايه المركزه فيها ضعيفه شويه ممكن ما يبقاش فيها وحده قسطره، بس هي دي بيتم ارسال بقى ساعتها المريض لاقرب مكان لكن لما بيكون المستشفى مجهزه ان كل ده في بنايه واحده ده بيكون افضل واريح لدكتور التخدير. طيب أه عايزه اكلمك بالتخصص بتاعك بشكل اكبر بالنسبه لطب التغذية البي سي اي اه بيشن كنترول انرجي اه انا جايباها يعني <applause> وحضرتك اللي جايه طلبتها منك فهمنا بقى يعني <applause> ايه البي سي اي البي سي اي دي آه اختراع يعني تم استحداثه يعني مؤخرا هي عباره عن قاروره او قنينه بيتحكم بيها المريض هي بيتم توصيلها وريديا آآ وبتكون معباه بالمسكنات للمريض وبيقدر المريض انه يوصل له منها جرعات ثابته وقت محدود احنا اللي بنتحكم في الوقت اللي هي بتدي فيه اوتوماتيك زائد الجميل فيها او اللي بيحبه المريض ان هو لما بيحس بالم هو مش محتاج ينده الممرضه او يطلب الدكتور النايب النبطشي معاه انها تدي له جرعه زياده لان هو هنا فيها زرار اما بنفتحها يقدر المريض يدوس عليه يدي لنفسه جرعه من مسكنه فاحساسه بالالم بيقل كتير بس بتستخدم باختيار المريض اه طبعا باختيار المريض يعني هي بتدي الكونتينيوس انفيوجن بتفضل تدي لوحدها واما المريض بيحب يزود لنفسه يقدر يدوس عليها فتدي له جرعه ايه الطفره الطبيه بالنسبه لطب التخدير بعد البي سي ايه؟ آه بالنسبه لطب التخدير بعد البي سي الطفره ايه هي حقن العصب بالسونار آه ان احنا دلوقتي بنقدر نعمل حاجات زي مشابهه يعني للبنج النصفي مم. اه دي قسطرة آه إبيديورا اللي هي اللي بيستخدموها يعني بيطلق عليها دي احدث حاجه في في ما هو احدث بس تمام. دي هناخدها شيئا فشيئا دي اللي بنستخدمها للولاده بدون الم اها عن الولاده الطبيعيه آه. اه وبتستخدم في العم في اي عمليه تقدر توصل لغايه النص التحتاني من من الجسم وهي مالهاش اي مخاطر يعني بالنسبه للناس اللي بتخاف من البنج النصفي آه دي بتدكك ما قبل الفقرات يعني القسطره الرفيعه دي بتتدكك زي نقدر نقول في جزء اسمه الابيدورال سبيس يعني بالنسبه للمريض هي مش جوه مش داخل الفقرات خالص تمام دي بيفقد معاها المريض الاحساس واول حركه بنقدر نتحكم في دي ممكن الاتنين او ممكن واحده بس آه بتقدر اه لا بتبقى, بتبقى واعيه وتقدر تشوف البيبي بتاعها آه ليه عمليات تانية غير الولادة القيصرية؟ آه طبعا أي عملية في النصف السفلي من جسم الإنسان نقدر نستخدم فيه الإبيديورال نقدر نستخدمها حتى في مستوى أعلى من كده الأشعة التداخلية مثلا؟ الأشعة التداخلية دي بنستخدمها في علاج الألم كده آه. دي ممكن حتى نقدر نركبها في قصاد الفقرات الصدريه مه. وممكن تعمل عمليات في في الثدي لو لا قدر الله في سرطان في الثدي او تكبير او تصغير اللي هي العمليات الستات يعني بيقبلوا عليها مه. زائد ان هي بتفيد بقى في فتح البطن والاستكشاف الجراحي ومفيده عمومة. جدا اه طبعا والمريض بيبقى توتالي بين فري حلو كوي. حلو جدا هل حل في آه مثلا عمليات بتبدا ان انت تاخد فيها قرار كطبيب حتى لو المريض ما كانش عايز عمليه يكون فيها بنج آه موضعي مثلا على سبيل المثال شفط الدهون تمام ممكن تتدخل برايك آه طبعا بحاول انصح المريض آه انا كدكتور تخدير طبعا مصلحتي ان انا بني كل العينين يعني تمام ولكن البنج الموضعي في الشفط آه هو الحل الامثل ان المريض يعني هي هيتحملوا شوية وهيكون أفضل له إحنا بن... دايما لما بننصح المريض بيكون نصحنا له من باب الأمن له ولسلامته وبنعرض عليه كل الاختيارات المتاحة لحالته الطبية وطبعا بيكون له حق الاختيار بس هو دايما يعني أنا كطبيب لو جاي أعمل إجراء تداخلي وقدامي خيارات بنج كلي كلي وبعدين بنج نصفي وبعدين بنج موضعي لا أنا مش هختار الكلي خالص، لو ما ينفع أعمل بموضعي هعمل، لو ما ينفعش بموضعي هعمل بنج نصفي لو, لو ليا. أه... هبعد خالص عن البنج الكلي لأنه يعني أنا ليه أحط نفسي تحت خطر تنفس صناعي و و هعمل معاك فقرة بتاعت أخطاء شائعة تمام الله يرحمه مات اه نتيجة جرعة بنج زايدة لا هو علميا مفيش حاجة اسمها جرعة بنج زايدة يعني هو البنج لو عن طريق الحقن الوريدي وده اللي بيتم في بدايه العمليه يعني ده غير قاتل وجرعته محسوبه ويعني لو افترضنا ان حد هيدي اكتر فمش هي يعني هيتاخر في في الافاقه شويه بس انما ما وله ادويه بتعكس اثره وهو بالنسبه بقى للغازات الاستنشاقيه على التنفس الصناعي دي نسبه مئويه، نسبه مئويه هتبقى ثابته معايا وثابته مع حضرتك وثابته مع طفل صغير وبنحركها وبنتحكم فيها حسب اجهزه بتقيس درجه وعي المريض. لا وانواع التخدير بتختلف كمان حضرتك المفروض بتبقى على انت الادويه الكلمة. مختلفه أوه. على حسب الحاله الصحيه لكل البنج. مريض أوه. تمام نوعيه البنج أه؟ مختلفه حسب العمر وال حسب العمر وحسب الحاله الصحيه مه. وحسب الحاله المرضيه لان في آه مريض الكبد مش هيتبنج نفس البنج اللي هتتبنجيه مش هيتبنج نفس البنج اللي مريض القلب هيتبنجه آه ومريض سرطان الخطا الثاني ادوس على البي سي اي ايه تشك 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 عشان البنج يوصل اكتر البي سي اي لا هم عملوا حسابهم على القصه دي ان هم يعني عرفوا ان المريض ممكن ان هو يفضل يدي لنفسه بشكل مؤذي آه قد يفقدوا التنفس يعني في بعض الاوقات مم. لانه بيبقى فايق مش على التنفس الصناعي آه فهي فيها زي Refractory بيريود هي في اوتولوك بتروح جايه قافله نفسها الدوسه القادمه هتبقى بعد خمس دقائق مش هعرف ادي نفسي تك 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 خالص حتى لو عملتها فهي معنويا بس آه نفسيا نفسيا بنضحك آه عليه آه بس, بس هي لا فيها معايير امان عاليه جدا تمام <applause> آه في الولاده القيصر لا يا جماعه لا 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 انا عايزه بنج كل لا 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 اصلا انا خايفه من حقنه الظهر آه هو الولاده القيصريه للاسف بقى الست في مصر احنا طبعا من اعلى معدلات القيصريات في العالم كله والست المصريه فاكره ان ان هي عايزه البنج الكلي علشان مش عايزه حقن الظهر حقن الظهر امورها اختلفت تماما آه بقت ارفع ما يمكن لدرجه ان هي لا تخترق الجلد، يعني م. لو جينا ندخلها في الجلد بقوا بيحطوا معاها زي ما حضرتك شايفه هنا آه ده انتروديوسر ده اللي بيقطع الجلد وبعدين ندخل الحقنه، الحقنه رفيع يعني السن رفيع جدا لا يؤذي م -م. آه غضروف ولا يسبب انصلاح غضروفي ودي يعني لو ست قالت ان جالها انصلاح غضروفي من حقنه الظهر لا هي تشوف ممكن يبقى هي عندها مشاكل صحيه من البدايه اصلا أوي. البنج الكلي في الولاده القيصريه للاسف مهما كانت الست صايمه يعتبر نوع من لان معدلات ان, إن واحتماليه ان هي يجيلها قيء اثناء بدايه التخدير عاليه جدا وده قد يؤدي الى دخول محتويات المعده للرئه وده قد يسبب توقف للتنفس على الجنين احنا ما بنأخر بقى ان احنا ندي المسكنات لغاية لما البيبي يطلع مم. فما بيلحقش يعني البيبي يتم ضرره بس هو الأأمن على الإطلاق للقيصرية البنج النصفي أو الإبيديور العائد المادي بالبلد كده أجرة إيدك ثابته ولا متغيره؟ <applause> لا متغيره حسب العمليه وحسب الحاله المرضيه للمريض يعني ممكن تبقى عمليه بسيطه جدا بالنسبه للجراح ولكن المريض عنده امراض كتيره جدا فالموضوع بيختلف بقى تماما بتزعل لما الجراح يعمل اوفر عروض على الجراح آه لا آه دي حاجه تضايق بس هي فكره ان ان حد بيعمل اوفر انا آه ما عنديش مشكله ممكن آه تعمل مريض لله آه ما عنديش مشكله برضو ان يكون الاتعاب قليله ولكن فكره اوفر في الطب دي آه بحسها شيء تجاري ومهنه الطب اسمى ما انا كنت هسالك بتزعل كده. عشان مهنه الطب أحنا م... أحنا ولا عشان راتبك حقيقي؟ مار... لا عشان... هيقل. لا, عشان... لا عشان مهنه الطب لا انا يعني ما عنديش ادنى مشكله اني اتنازل عن اتعابي في لو المريض يعني غير مقتدر هتشوف الايام اللي جايه ان شاء الله شايف ان احنا ممكن نبقى في تعامل مباشر من... مع المريض من خلال طبيب التخدير من خلال عيادة اه أوه هو حصل بالفعل ان في دلوقتي اتجه كتير قوي من اطباء التخدير لفتح عيادات علاج الم أه وبيتم بقى ان هم يتعاملوا مع المريض وما هياش فقط لان هم يكتبوا لهم ادويه او علاجات أه بيتم اجراء بعض التداخلات الطبيه اللي بتعمل أه ريليف للبين لفترات قد تمتد لست شهور او اكثر أه خاصة برضو بالنسبة لمرضى السرطان يعني بيكونوا أكثر المستفيدين والناس اللي عندهم أمراض في الفقرات في الظهر فدول مستفيدين منها بره في عيادات لدكتور التخدير اللي هيبنج يعني بي المريض بيروح يقابل دكتور التخدير وياخد منه معاد العمليه والتوصيات وإلى إيه اخره. شايف اللحظه دي ان في مريض بيختار طبيب التخدير بالاسم؟ اه بتحصل في بعض المستشفيات مع بعض الاساتذه الكبار يعني في مرضى متفهمين وعندهم وعي كافي بيعني ايه طبيب تخدير. بيروحوا مستشفيات ويقولوا احنا عايزين الاستاذ الدكتور فلان الفلاني هو اللي يبنجنا يعني وده من اكبر النجاحات بالنسبه لدكتور التخدير. طبيعه الثقافه للتسويق الطبي، انا عندي دول على سبيل المثال خليني اقول لك بصراحه تمام. تركيا الاردن امريكا كندا كل على مستوى العالم عموما مش حاجه واحدة مسوقين نفسهم كويس قوي في الناحيه الطبيه. طبعا واحنا للاسف ما عندناش ده. مصر بتقدم خدمات طبية ممتازة سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أنا بشوف أن القطاع الخاص في مصر مكمل لخدمات القطاع الحكومي لأن يعني لو برضو أرهقنا الدولة بكل المرضى القطاع الخاص المستشفيات الحكومة يعني هتعج بالمرضى بنشوف دايما بنتعامل مع إخواننا العرب من سواء من اليمن أو من السودان أو العراق أو سوريا أو وبعض الأماكن في الخليج العربي كمان بيبقى العمليات والجراحات هنا في مصر أرخص لهم من من بالنسبة لإن في دول بتعرف تماركت نفسها وتستقطب المريض وإحنا الموضوع السياحة العلاجية ده عندنا ما بنهتمش بيه إحنا للأسف بنصدر فكرة وحشة عن الطبيب المصري دايماً في الإعلام. في حين ان الموضوع مغير, مغير عن كده بكتير يعني كان في فيديو يمكن من سنه سايحه امريكيه جت مصر وعمل فيديو كده اراوند ذا وورلد كانت بتعمل حاجه في اسنانها طلب منها في امريكا اراوند 20000 دولار في مكسيكو 14000 مصر جت عملتها ب 1200 دولار وبعد ما خلصت رحلتها عملت تشيك اب على نفسها في استراليا فكانوا فاكرين دكتور الاسنان اللي عمل لها اسنانها ده في امريكا. فاحنا بنقدم خدمات هنا طبيه على اعلى مستوى وللاسف ما بنعملش ماركتنج لنفسنا. عايز اختم معاك بحاجه انسانيه. ماذا تقبل المريض المصري لقضاء الله؟ آه للاسف آه تقبل المريض النفسي لقضاء ربنا قليل جدا مع ان احنا المفروض يعني شعب مؤمن سواء مسلمين او مسيحيين اه احنا دايما متخيلين ان الطبيب ده سحر وانه الشفاء ده يعني نسبته مية في المية احنا ما بنتعاملش مع آلات احنا بنتعامل مع روح والروح دي امرها بيد ربنا مش بايدينا احنا احنا بنقدم وبنسعى وبنعمل كل ما ما علينا وما اوتينا من العلم وبرضه مهما بلغنا من علم يعني لم نؤتى من العلم الا قليلا يعني أه بس المريض نفسي المصري لا يتقبل ذلك مع ان الاوروبيين بيتقبلوا قضاء ربنا وعارفين نسب الشفاء أه اخواننا في بعض الدول العربيه لا يتقبلوا ذلك أه الا يعني من رحم ربي يعني اسمع من الزملاء اللي اشتغلوا بقى في السودان او في عمان او كده أه لما بيحصل حاله وفاه لمريض ذو مرض عضال اهل المريض بيروحوا يشكروا الدكاتره على تعبهم انما هنا بقى يعني انا في مره من المرات تعرضت الواقعة كده مضحكة شوية أنا كنت هقول لك قول لي موقف كوميدي على السريع اه موقف كانت مريضة سرطان ومتفشي في جسمها وبتعمل إجراء تداخلي وبعدين درجة وعيها ابتدت تقل واحتاجنا إن إحنا ننقلها على العناية المركزة ابنها كان على علم يعني إن هي بقى لها أسابيع معدودة وهي عاشتهم الحمد لله في العناية يعني <applause> ما حصلش وفاه بس ولاد اخوها واولاد اختها انا عندهم جيم او حاجه كده انا اول مره اعرف ان انا عندي قدره على الطيران يعني طيارة. كانوا بيطيروني لبعض طيب. بقى اه <applause> 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 موقف سريع كوميدي خلي الناس تضحك بقى اه موقف سريع كوميدي اه كانت ست كانت بتولد بس م -م. كانت سليطه آه اللسان قوي يعني م -م. داخلة العمليات بتشتم التمريض وبتشتم دكتور النساء ودكاتره التخدير والى اخره الناس كلها طبعا كانت مقدره يعني اللي هي فيه بس لما وصلت انها بقى بتشتم زوجها <تسيق> فزوجها رمى عليها يمين الطلاق بقى وبتاع بتاع اه والله وانتهت القصه حاجة. بطلت تشتم بقى <تسيق> خلفت بقى ساعتها خلفت نورتني يا دكتور عبد الرحمن يا فندم فايده كانت معاكم النهارده فقره عن طبيب التخدير كان اللي بيتكلم عنها الدكتور عبد الرحمن ابو ساده بعد الفاصل هنشوف الفقره اللي جايه معنا ايه استنونا